بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة، أخواتي الطالبات، السنة أولى ثانوي يقدم لكم تمرين كما يلي. يرمز سي أف إلى المنحنى الممثل أف المعرف على أر بالشكل أف لإكس يساوي إكس على إكس مربع زائد واحد. أولا، من بين النقاط التالية أذكر التي تنتمي إلى سيف أ 1.05، ب ناقص 1.05، سي 1.0. إذن أ عندها السابقة هي 1 والصورة 0.5، ب عندها السابقة هي ناقص 1 والصورة 0.5، سي عندها 1 هي سابقة واثنين الصورة. ثانيا، ما هو ترتيب النقطة من سياف التي فاصلته صفر؟ إذا الحل كما تشوفوا، إذا أ السابقة تاعها هي 1 والصورة هي 0.5، نعوضوا الإكس ب الواحد لأنها هي السابقة. إذا أف لي 1 هي 1 على 2 0.5، إذا الصورة هي 0.5 و النقطة أ عندها الصورة 0.5، إذن وبالتالي أ تنتمي إلى المنحنى سيف. فيما يخص النقطة ب ناقص 1.05، نعوض إكس بالناقص 1 ونشوف لكان الصورة راهي كيما لهنا. إذن أف لي 1 هي ناقص 0.5، إذن لا، ب نقطة ب لا تنتمي إلى سيف. النقطة سي 1.2، عوض عندك الإكس بالواحد بعد التعويض عندنا 1/2، ولكن لنا عندنا الصورة 2، إذا لا تتلام و سي، إذا النقطة سي لا النقطة سي. سي لا تنتمي لسيف. فيما يخص السؤال التالي، إذا كانت النقطة هذه الترتيب تاعها النقطة ذات الفاصلة صفر، نعوض إكس بالصفر، واش يمدلنا؟ يمدلنا صفر. إذا أف لي صفر هي صفر، النقطة لها الإحداثية تاعها هي صفر صفر، ونسميها أوميغا. إذا انتهينا، والسلام عليكم.